معنا فرح مشاهدينا، واليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيف نعرف كمية الماء اللي تحتاجها نباتات البيت يعني حسب شكل وحجم الورق اللي على النبات. معلومات غير شائعة، لكن معنا مثل ما خبرتنا سارة وصبحت على الجميلة خبيرة النباتات والمهندسة فرح موسى. أهلا فرح، وكل عام بخير. وانت بخير يا وسهلا. رب والله اشتقت لكم، اشتقت الأجواء والمشاهدين. أهلا يعني. وسهلا، شلون كان رمضان معك؟ يعني الحمد لله يعني أوكي. فأنا من هالمنطلق أنه برمضان يعني شفت أنه كيف الإنسان يحتاج للمي. يعني لأنه الجو حار، المي ضروري بالنسبة للإنسان. فمن هالمنطلق أنا شفت أنه النبات أكيد يحتاج للمي، بس أنه كيف نكتشف الطريقة المناسبة أو الكمية المناسبة لسقي النباتات. ممتاز. طيب كيف نشرح هذا المفهوم؟ أنه كل نبتة، كيف نعرف أنه هذه النبتة تحتاج من خلال حجم الورقة، حجم الورقة وسمك الورقة. نعم. أوكي، هو أنه أنت تحدد كمية المي المناسبة للنباتات. نعم. فخلينا نبدأ بالنباتات اللي هي ورقتها قصيرة. نعم. هاي تويا أو مكنسة الجنة، بس أنا أتذكر لما مكنسة الجنة. أنا أتذكر لما كنت صغيرة أسميها المنفوشة والمنكوشة، كأنه نعم. شعر منكوش. فهاي ورقتها مثل ما تلاحظ كثير ناعمة، حتى الساق طري، شوف حتى الساق طري. فهاي النبتة مكنسة الجنة تحتاج مي كثير بشكل يومي، لازم نسقيها هاي النبتة. فأنه يعني احنا كيف عرفنا انه هذه تحتاج مي كثير وبشكل يومي؟ لأنه أوراقها كثيفة وكثيرة. لا، ورقتها تكون ناعمة، نعمة رقيقة، حتى الساق رقيق. نعم. فكل ما صغر حجم الورقة، نعم. يعني تحتاج مي أكثر. ليش؟ هاني لأنه الورقة إذا صغيرة ما تكون فيها كمية مي كبيرة. يعني هو شيء منطقي، لوجيك. خلينا نشوف هاي. مثلا عندك هذا المتسلق، شوف ورقته، المسة بإيدك حتى أوريك الفرق. هذا ما يحتاج ملمسة، لا بالعكس. هاي صغيرة الورقة، معناها أنه تحتاج مي، وحتى رقيقة مو سميكة. شوف هاي الفرانجيباني أو الياسمين الهندي بإيدك، لا هذا شوي زين يعني سميكة الورقة. هذه تحتاج مي أقل، كل ما كبرت الورقة يعني يحتاج مي أقل. لأنه هذه تحتفظ بالماء أكثر. بالضبط. وحتى مثل عليها طبقة شمعية، شوف. نعم. فهاي تحتفظ بالماء أكثر، فبالتالي هالنبات ما يحتاج مي بشكل يومي. تمام. مثل ما ذكرنا، كل ما صغرت الورقة النبات يحتاج إلى مي بشكل يومي. هذا طيب، يعني مثلا هذه شلون أعرف مثلا كمية المي؟ مثلا هذه كم تحتاج؟ هذه تقريبا نص لتر. بالضبط، نص لتر. سقي ولا رش؟ لا سقي. سقي. نعم. هاي خارجية بشكل يومي. هاي بشكل يومي، بينما الياسمين الهندي لا. هاي مرتين بالأسبوع. زين، هذه يطلع فيها ورد؟ هاي طبعا يطلع فيها ورد، اليوم أنا ما حصلت فيها ورد. يعني فالمس هاي مثلا وردة الجمال الهبسكوس، شوف هي قاسية شوية قاسية، يعني معناها أنه هاي ثلاث مرات بالأسبوع، لأنه حجم الورقة كبير شوي، أصغر من حجم الفرانجيباني. فهاي ثلاث مرات بالأسبوع تحتاج إلى مي. هذه كم تقريبا؟ هذه مرتين بالأسبوع كافي. بينما ننتقل يعني للعصاريات مثلا. نعم. هذه حديقتك، تحركي. ننتقل هاي مثلا، شوف الورقة هي ناعمة، بس خليني أخذ واحدة بس حتى أشوف المشاهدين. هاي عصاريات. لا هذه شوي يعني راح توهقين مخرجتنا ريم، لأن يبي لها مجهر. هذه يبي لها هاي مجهر. هاي خلص شوف هاي الورقة. نعم. سميكة بس صغيرة. هذه تحتفظ بالمي. امسكها هاني. لا ماسكها. إيه؟ لا واضغط عليها. ورقة ولا يختلفون؟ لا نفسها. اضغط عليها. شو تحس الورقة؟ انها سميكة بس طلع فيها مي. هذا النبات عصاري، هذا يحتفظ بالمي، يعني هذا ما نسقيه كثير.
نفس الصباريات يعني؟ نفس بالضبط، هو الصباريات والعصاريات، الصباريات فيها شوك بينما العصاريات ما يكون فيها شوك، فهاي الورقة فيها مي كثير، فهذا النبات نسقيه مرة واحدة بالأسبوع. زين. هذا بينما عندنا هذا أيضا، شوف هذا من النباتات العصارية أيضا، ورقته أمسكها أضغط عليها راح يطلع منها مي، هذا أيضا أنه يحتفظ بالمي نسقيه مرة واحدة بالأسبوع وهذا خارجي. بينما هذا النبات اللي عندنا هذا أيضا من العصاريات، هذا ما يحتاج ورقته طبعا أكبر من هذا النبات. نعم. فيحتاج هذا ممكن أنه مرة كل 10 أيام. ليش؟ لأنه ورقته أكبر وأسمك من النباتات الأخرى الناعمة. فرح، طبعا الماء شيء أساسي بالحياة وللنبات بالضبط، ولكن متى أنه يصير ضار للنبتة وليش؟ يعني هو الحين هل النبتة ما تتخلص مثلا من الماء الزايد ولا وش بالضبط؟ أولا لأنه أنت إذا زدت من كمية المي، نعم، لما تسقي نبتك كمية مي كبيرة هذه راح تعفن الجذور وبالتالي تسبب إلى موت النبات. فهو المي مثل ما يحيي يقتل مع الأسف، نعم، بالنسبة للنباتات. فإحنا نقول إحنا أحيانا الاهتمام الزايد عن حده بالضبط ينقلب إلى ضده. ينقلب إلى ضده. فهو يعني ممكن أنه الواحد يعتقد أنه العناية بالنبات شوية حساسة، بس هي مع الممارسة دائما أنه أنت تختبر نباتاتك تشوف وين تحطها، مثلا بالنسبة للإضاءة بالنسبة للمي. بس إحنا اليوم تكلمنا بشكل مخصوص عن حجم الأوراق، نعم، وكمية المي. طيب هل هذا يعني يتأثر بتغيير الطقس مثلا إذا الجو حار أو الجو بارد؟ بالضبط، إذا الجو حار أكيد نزيد كمية المي، نعم، نزيد كمية. مثلا أشجار الفواكه، نشوف الأناناس، هذا الأناناس طبعا نشوف الورقة بس أنه حتى تتلمسها، شوف هذه قاسية أوكي وطويلة، يعني معناه أنه هذا النبات ما يحتاج إلى مي كثير. ليش؟ لأنه ورقته كبيرة وقاسية، نعم، فما يحتاج هذا مرة بالأسبوع كافية أنه نسقي الأناناس. طبعا الأناناس هو إحنا مرة بينا كيف أنه نزرع الأناناس. بينما هذا شوف عندنا المتسلقات المختلفة، امسك هذه الورقة هاني وامسك هاي بالإيد الثانية وشوف الفرق. هاي عليها طبقة شمعية مثل الطبقة الشمعية وسميكة، نعم، وهاي ورقتها رقيقة في مخملية. طيب أي طيب أنا أسألك، نعم، أي واحد يحتاج إلى مي كثير وأي واحد يحتاج إلى مي في جوائز؟ أي هذه تحتاج مي أكثر من هذه. صح، وصلت يعني الفكرة اليوم. شكرا يا فرح. يا أهلا وسهلا، نورتينا، وشكرا على هالمعلومات المهمة، إن شاء الله كل المشاهدين يستفيدون من عندها. نلتقي معك قريبا بإذن الله. شكرا جزيلا.